بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فها نحن في الدرس 41 من دروسنا في شرح المقدمة الآج الرومية لمؤلفها رحمه الله تعالى. والدرس السابق كان في الفاعل الظاهر، والذي قبله الدرس السابق والذي قبله كان في الفاعل الظاهر. We're talking about فاعلs that are clear, obvious nouns, not pronouns. So we've got فاعلs that are either nouns or pronouns. If the فاعل is a noun, it's called ظاهر, right? If the فاعل is a pronoun, it's called مضمر or ضمير. قد يكون الضمير ماذا؟ متصلاً. وقد يكون الضمير منفصلا، وقد يكون الضمير مستترا، قد يكون الضمير منفصلا مستترا، يعني broken off and not there. مقدر. طيب، what's an example of a ضمير or a فاعل مضمر متصل؟ شربنا قهوة. شربنا نون ألف. شربنا نون ألف is a ضمير. نعم. And it is ضمير رفع. ضمير متصل. نعم. ضمير رفع. Is it مرفوع؟ لا. Is it مرفوع؟ لا. No. لا، في محل رفع. It's مبني. في محل رفع. مبني على السكون. نون ألف مبني على السكون. في محل رفع فاعل. Pay attention to the difference. The difference is important, not so much in نون ألف ضربنا, but what about ضربتو? ضربتو. You got the تاء as your فاعل here. It's a ضمير. It's a فاعل مضمر متصل. It's got a ضمة on it. So you might want to say here, مرفوع علامة رفعه الضمة. لا. مبني على الضم. نعم. في محل رفع فاعل. Notice the difference. These ضمائر are مبنية, not مرفوعة or منصوبة. They can be في محل رفع, في محل نصب, but they are all مبنية. طيب. So ضربت ضربت ضربت. That's our point today. والمضمر قال ابن آج الروم والمضمر إثنى عشر. المضمر كم؟ إثنى عشر. إثنى عشر. وتعقب على المؤلف بأن المضمر 13 وليس بإثنى عشر. الشيخ ابن ثمين سيضيف, سيستدرك عليه بمضمر, وسوف نشوف إن شاء الله. والآن أمامنا 12 مضمر, يعني فاعل مضمر. والمضمر هنا ضمائر متصلة, ضمائر متصلة أغلبها. وهناك واحد مقدر أو اثنان, وهناك مضمران اثنان منفصلان نحو قولك. فيأتي ويضرب مثلا من الكلام ويقول ضرب. خلاص نستعمل فعلا ماضيا وهو ضرب في جميع الأمثلة. فيقول نحو قولك ضربت. فالأول التاء فيه مضمومة. ضربت أنا, أنا الذي ضربته. ضربت وضربنا, هذا لجماعة المتكلمين. ضربنا نحن. ثم الثالث وضرب, ماذا يكون التاء هنا؟ وأين؟ الثالث ضربت وضربنا وضرب تاء. أولا التاء ثم يا إبراهيم الكسرة. وضربت وضربتي. وضربت أنت أيها الرجل المخاطب, وضربتي أيها المرأة المخاطبة. ضربت أنت وضربتي أنت. وضربتما أنتما. قد يكون رجلين, وقد يكون امرأتين,
وقد يكون رجلا وامرأة، هذا المثنى. وضربتما، ثم وضربتم، وضربتم، هل هو الخامس أو السادس أو السابع؟ ضربت الأول، ضربنا الثاني، وضربت الثالث، وضربت الرابع، وضربتما الخامس، وضربتم السادس. يعني أكتب أرقام فوق الكلمات حتى تعرفوا الرقم لكل واحد. فنحن في السادس الآن، وضربتم، أي لجماعة المخاطبين أنتم، وضربتم. وضربتن هو السابع، وضربتن أيها النساء المخاطبات. وضرب، والآن دخلنا في الغيب، في الغائب، ضرب هو. وضربت، هنا تاء ليست كالتاء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هنا تاء ساكنة. انظر، التاء الأول في الكلمة الأولى مضمومة، ضربت، ثم ضربنا، وضربت، ثم ضربتي، والآن عندنا ضربت. فجميع التاءات موجود هنا، مفتوحة، مضمومة، مكسورة، وساكنة. هنا ضربت، هي التي ضربت. وضربا هما، وهنا ضربا، هل يصلح للمرأتين؟ ضربا، لا يصلح. ثم يقول وضربوا، ولم يذكر ضربتا، لم يذكر ضربتا، وهو الثالث عشر من الفاعل المضمر. لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أسقط المؤلف ضربتا وكان عليه أن يذكرها. لماذا؟ أنا I don't want to go into his head. لأن الكمال لله تعالى. فعلا ما دام يذكر ضرب وضربت، فرق بين ما للمذكر وما للمؤنث، فلماذا لم يفرق بين ما للمذكر المثنى وما للمؤنث المثنى؟ سهوا أو إسقاطا، أو قد يقال اكتفاء بأحدهما عن الآخر، لكن الظاهر هنا أنه يريد أن يستوعب جميع الضمائر لكنه ترك هذا. فضربت وضربا، ينبغي أن ندخل هنا وضربتا، لكن لا في النص، استدراكا وتعقبا نحن نستدرك عليه ونقول كان ينبغي أن يذكر وضربتا ولكنه لم يذكره. وضربوا الحادي عشر عنده، وضربوا هم جماعة الذكور، وضربنا، وضربنا جماعة الإناث، جماعة الغائبات. فعندنا 12 فاعل مضمر، زدنا آخر فصار 13 فاعلا مضمرا. نرجع إلى الأول ونعرب كل واحد منهم. الأول ضربت، ضربت، كيف إعرابه؟ من يعرف إعراب ضربت؟ يا أبا مريم، فرق بين ضرب والتاء، أعربه بأنه كلمتان. الكلمة الأولى ضرب، فعل ماضي مبني على الفتح. نعم، هنا تلاحظون أن الباء ساكنة، ضربت، ضربت، وليس ضربت، لكن ضربت. ولا يوجد في اللغة العربية ضربت. هناك لاحظوا، هناك ضربنا وهناك ضربنا، ما الفرق بينهما؟ ضربنا نحن الضاربون، ضربنا هو، زيد ضربنا، ضربنا نحن المضروبون، زيد ضربنا. فلاحظوا الفرق بين ضربنا وضربنا، الفرق صغير جدا في الحركة وكبير جدا في المعنى، الفرق كبير جدا في المعنى. طيب، لكن في ضربت لا يوجد ضربت، فلا التباس هناك، ضربت. فتقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، لأننا رجعناه إلى ضرب. شيخ ابن عثيمين he mentions here, you could say two possibilities here. You could say ضرب and keep it مبني على الفتح. It's أسهل, it's easy.
Or you could say here, it's مبني على السكون. Because of the need for that sukun with the ta coming next. The easier one, Ibn Uthaymeen always goes with the easier one in Nahu because it's not fiqh, it's not ahkam, it's not shara', it's just an ala. So he said, then when it comes to the differing of the ulama, go with the easier one. Just go with every fi'l madi is mabni al fath, rather than saying darabu, there's a dhamma, so it's mabni al dhamm, and then darabtum. مبني على السكون كل فعل ماضي يكون مبنيا على الفتح طيب والتاء إذن والتاء فاعل والتاء متكلم تاء المتكلم تاء ضمير المتكلم نقول ضمير متكلم مبني ولا معرب مبني أحسن لا تقول مرفوع إنما تقول مبني مبني على على ضمة في محلي رفع فاعل هنا تذكر الفاعلية فتقول مثلا في الإعراب السليم التاء ضمير المتكلم ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل ولنا أن نقول ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون بدلا من أن نقول مبني على الفتح لكن خلينا بالأسهل أسهل the easiest one to say مبني على الفتح even though you don't see the فتح It's not there. I had to change to get the ta in there properly. So it is what ta'u ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب الثاني يا جبريل وضربنا أعرب ضربنا. ضربنا فعل ماضي مبني على فتح. Nice. يقول ضربنا ضرب فعل ماض مبني على الفتح. نعم. ثم نا إما أن تقول نا وإما أن تقول والنون والألف والنون والألف والنا لا بأس به والنا والنون والألف مبني قبل أن تقول مبني أي نوع من الكلمة هي ضمير ضمير ماذا ضمير المتكلم ضمير الغائب ضمير المخاطب ضمير المتكلمين أيوة لو زدت هنا متكلمين لأغناك عن إعادة الكلام في أنه جماعة المتكلمين وكذا لكن متكلمين بدلا من المتكلم أي الواحد من المتكلمين فهنا ضمير المتكلمين ويجوز أن تكون ضمير المتكلم المعظم نعم يجوز أن يتكلم الشخص الواحد ذو أمر ذو شأن ويقول نحن رأينا كذا وحكمنا بكذا وأصدرنا حكم كذا يجوز للواحد أن يتكلم هكذا ذو قوة ذو سلطان والله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر والله تعالى هو الذي أنزله لكن يقول أنزلنا تفخيما وتعظيما ضربنا نون ألف ضمير المتكلمين الآن تقول إما مبني وإما مرفوع منسوب ماذا تقول مبني على السكون سكون الألف ساكنة هذا هو الذي تنظر إليه الألف آخر الحروف الألف ساكنة فتقول مبني على السكون في محل رفع ولا مرفوع كلاهما ممكن في محل رفع أحسنت لا مرفوعا لكن في محل رفع فاعل أحسنت بارك الله فيك والكلمة الثالثة وضربت أنت الآن صار تكرار ستشعر بأن هناك تكرار يعني سيتكرر الإعراب مرة بعد أخرى فمن هو الذي يعرب لنا الكلمة الثالثة ضربت من يا حنيف مستعد ولا يا إبراهيم من أنا إبراهيم ضرب في الماضي مبني على الفتح نظيف والتاء فاعل طيب before you get to فاعل والتاء I'm just trying to teach you a smooth way of doing it you can say والتاء فاعل it's not wrong okay. to change the order of anything that we said here it's fine you could say that ضرب is مبني على الفتح and then you could say it's فاعل ماضي there's no real problem there but the way I'm trying to teach it is
to just sort of mention what's built upon first. So you're going to say, first of all, what is it? فعل, حرف, اسم, what is it? ضمير. Ah. ضمير. Uh-huh. تاء. ضمير. ضمير. متصل. ضمير ماذا؟ We've got ضمير متكلم. ضمير مخاطب. ضمير غائب. Yeah. فماذا؟ مخاطب. ضمير المخاطب. نعم. ضمير المخاطب. نعم. You could add المذكر المفرد to be clear, or you can change the word مخاطب to مخاطبة والمخاطبين والمخاطبين. يعجبني هذا لأنه أقل كلاما ودالا على المعنى. نعم. ضمير المخاطب. ضمير المخاطب مبني. مبني. على فتح. على الفتح. نعم ضربته. في محل. في محل رفع. لماذا في محل رفع؟ أضف كلمة واحدة في الأخير. لماذا في محل رفع؟ لا. فاعل. قل فاعل. نعم. لأنك قلت فاعل في الأول. وقلت لك لا بأس في هذا. لا بأس في ذكر الفاعلية في الأول. لا بأس أن تذكر في الأول فاعل ضمير. ما في حرج. لكن هنا في محل رفع لماذا؟ فاعل. في محل رفع فاعل. وجدت هذا في كلام النحاة كثيرا. طيب والكلمة الرابعة للحنيف. نعم يا أبا مريم. ضربت. من البداية. من البداية. من المخاطب. ضمير مخاطب. ضمير مخاطب. مبني على. مبني على الفتح. في محل رفع. فاعل. نعم. حنيف. الكلمة الرابعة ضربت. ضربت. ماذا تقول؟ فعل ماض. فعل ماض. مبني. أول شيء تقول ضربة. فرق بين ضربة وتي لأنهما كلمتان. ضرب. فلا تعرب ضربتي، إنما تعرب ضربة ثم تعرب تي. ضرب فعل ماض. أيوة ضرب فعل ماضي. مبني. مبني على. على فتح. على الفتح. طيب. والتاء. والتاء. كل هذه ضمائر تقول ضمير. ضمير ماذا؟ مخاطبة. مخاطبة. نعم ضمير مخاطبة بالتاء مربوطة. ضمير مخاطبة. مخاطبة. وهذا يشعرك بأنها مؤنثة وليس مخاطب من الرجال، لكنها مخاطبة من النساء، وهي واحدة لأنك لم تقل مخاطبتين ولا مخاطبات، فإنك قلت مخاطبة. طيب استمر تفضل. ضمير مخاطبة. ضمير مخاطبة في محل رفع. Before you, قبل هذا. Before you say في محل رفع. What are we gonna say here؟ مبني أو معرب؟ مبني. مبني على فتح. كسر. الكسر. نعم. والآن المحل. في محل رفع. رفع. لماذا؟ فاعل. طيب في محل رفع فاعل. أحسنت. نعيد. ضربتي ضرب فعل ماض مبني على الفتح. ضربتي والتاء ضمير مخاطبة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. سلطان أعلم لنا ضربتما. ضربتما ضرب فعل مبني. فعل مضارع ماضي أمر. اختار. فعل ماضي. فعل ماضي. نعم فعل ماضي. فعل ماضي. أيوة. معرب أو مبني؟ مبني. مبني على ماذا؟ على فتح. على الفتح. نعم أعد الكلام. فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على فتح. على الفتح. طيب والآن ضربتما. ضربتما. أيوة تما. أعرب تما. فاعل. فاعل. ما شاء الله خرجت. خرجت ما خرجت سليما. فاعل خلاص. طيب قل ضمير. أول شيء قل ضمير. ضمير من؟ متكلمين مخاطبين غائبين. مخاطبين ولا مخاطبين؟ أحسنت. مخاطبين. اثنين. طيب ضمير مخاطبين ثم ضمير مخاطبين. نعم مبني أو معرب. أيوة مبني. مبني. طيب ومبني على ماذا؟
انظر آخر حرف الألف. الألف ساكنة دائما. نعم الألف ساكنة. فمبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع نصب جر. في محل جزم. في محل ماذا؟ رفع نصب جر أو جزم اختر. قلت فاعل. الجواب عندك. فاعل. الفاعل يكون ماذا؟ مرفوعا أو منصوبا؟ مرفوع. مرفوع. طيب في محلي رفع. رفع. نعم لأنه فاعل. في محل رفع فاعل. ضربتما. نعيد. ضربتما إعرابه هكذا. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح. تما ضمير مخاطبين مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم ممتاز يا سلطان بارك الله فيكم. أنت خذ الذي بعده كذلك. وضربتم. ضربتم. ضرب. فعل ماضي. فعل ماضي مبني أو معرب. فعل ماضي مبني. مبني على الفتح. على الفتح. نايس. وتم مضمير. مضمر. أوكي تقول ضمير. أحسن. ضمير. ضمير متكلمين مخاطبين. مخاطبة. مخاطبين. مخاطبين جماعة مخاطبين. نايس. ضمير مخاطبين. نعم. معرب أو مبني. مبني. مبني على ماذا؟ على ربتم. سكون. على السكون. ساكنة. في في نريد منك المحل. بيان المحل الآن. في محل ماذا؟ إما رفع إما نصب إما جر إما جزم. في محل رفع. في محل رفع. نعم. لماذا؟ مفعول به. في محل رفع خبر. خبر. في محل رفع مبتدأ. في محل رفع اسم كان. في محل رفع فاعل. يا رجل انظر إلى الدرس. Examples of pronouns as فاعل. Every pronoun here is a فاعل. الله أكبر. الله أكبر. إذن حاول أن ننتهي من إعراب الكلمات الباقية. وضربتن نفيس. فعل ماضي. ضرب فعل ماضي. أيوة. مبني. مبني على الفتح. على الفتح. نعم. وتن ضمير مخاطبات. ضمير مخاطبات. نعم. وقد يقال جمع الناس وجمع إناث في مصطلحات، لكن مخاطبات كلمة واحدة تشمل كل ذلك. كلمة واحدة ضمير مخاطبات. طيب مبني. مبني على السكون. ضرب تن. أين السكون يا رجل؟ مبني على الفتح. مبني على الفتح. طيب ضربتن في محل رفع مبتدأ فاعل. طيب ما شاء الله. اللهم بارك. لكن في سكون ضربتن صح؟ مفتوح. ضربتن. ضربتن. نعم. لا يؤثر على الإعراب. نعم هذا في القراءة فقط. أما ضربة. كلمة ضربة. This is new. I have to sort of walk you through this one. ضربة. You might think this should be very easy, right? ضربة. فعل ماضي. Done. لا. فعل ماضي. مبني على الفتح. But there's something here. There's a ضمير مضمر. There's a فاعل مضمر here. What is it? مستتر. مستتر. You can't see it. It's not here. مستتر. عن أعينك. You can't see it. But it's there. في المعنى. تقديره هو. نعم. That's all. فإعرابه ضرب فعل ماض مبني على الفتح. فاعله ضمير مستتر تقديره هو. ضرب الله مثلا. وكذلك ضربت مثل ذلك. لا تقول التاء هي الفاعلة. تقول التاء ماذا؟ علامة التأنيث. تأنيث الساكنة. تاء. التاء هنا تاء التأنيث الساكنة.
فضربت إعرابه هكذا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح والتاء علامة التأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي تقديره هي ضربا ضربا يختلف الآن الإعراب يختلف الإعراب نرجع إلى ما كنا نقول ضربا like what we were doing before what do you think it is Jibril ضربا ضربا فعل ماضي مبني على الفتح والألف ضمير you could say here ضمير الغائبين Yeah, you can say ضمير المثنى الغائب. You can add words, but look how the word غائبين includes the meaning of مثنى. It includes the meaning of تذكير. They're مذكر. It's not غائبتين. ضمير غائبين. ضمير غائبين. معرب or مبني. مبني. على السكون. في محل رفع. في محل رفع. فاعل. فاعل. نعم أحسنت. انتهينا. وكذلك باقي الإعرابات ضربت ضربا ضربوا حنيف ضربوا ضرب فعل ماض مبني على الفتح طيب واو الجماعة واو الجماعة نعم ضمير ضمير مبني ضمير غائبين ضمير غائبين نعم مبني على السكون على السكون في محلي في محلي رفع أحسنت بارك الله فيك والكلمة الأخيرة طبعا ضربتا غير موجود في النص وإعرابه مثل ضربا إلا أن التاء علامة التأنيث فضربنا ضربنا ضربنا يا إبراهيم أكمل لنا الدرس وضربنا ضربا في المعالي مبني والنون هذا النون لها اسم خاص نون ماذا؟ كالواو واو الجماعة والنون هنا نونو نون النسوة نون النسوة نعم ضمير ضمير الغائبات ضمير الغائبات مبني على فتح مبني على الفتح في محل في محل رفع الفاعل أحسنتم بارك الله فيكم هذا ما يسر الله لنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك